اهلا وسهلا جماعه الخير، بالتعاون مع مستشفيات السلطنه حول موضوع الزاعقه المصريه. هذه هي بعوضه تختلف عن البعوضه الموجوده في السلطنه، يعني شكلها مختلف، فيه لون ابيض، يعني تتميز شكلها. هذه البعوضه تسبب حمى الضنك وتنقل نفس الشيء حمى الضنك. فحمى الضنك لما تصيب الانسان تعمل اضطراب في الجسم، هذا الاضطراب لربما في الكبار السن يؤدي الى الوفاه لا قدر الله. فيجب التوعيه والمبادره في هذا الشيء، يعني مكان تواجدها عند الماء الراكد، يعني اللي عنده حوض سباحه او ماء راكد تتجمع عنده، او عند الاوساخ. فانت اللي عليك اذا شفت هذه البعوضه موجوده كانت في مسقط او غير مسقط، عليك التواصل مع مركز التواصل اللي هو تابع للبلديه لمكافحه هذه البعوضه. نرجو التعاون والنشر للجميع على اساس يكون في توعيه اكبر من السابق. فالرساله هذه نتمنى انها توصل للجميع من اجل التوعيه والمكافحه لبعوضة زاعقة المصرية. كل التوفيق لكم وشكرا. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.